من الحاجات اللي بتفرق جدا مع البشرة والجسم الشوفان. فيلا نشوف هنعمل ايه. في الاول هفضيت اي علبة عندي قديمة. اوكي كده. بعد كده هبتدي اطحنه، ومش محتاجة اكتر من دول. يلا بقى هاخد معلقة واحدة بس من الشوفان، وعليهم معلقة من الزبادي. اوكي لازم طبعا نعجنهم بحاجة، فهنمكسهم مع بعض بمية الورد بس كده. الخلطة دي بقى هتحطيها على وشك هتفتح وشك جدا، كمان هتشيل الجلد الميت من وشك. طبعا لما بنيجي نعمل سكراب بنخاف من السكر يجرح بشرتنا، فممكن نستبدله بالشوفان، طبعا اخف واطرى على البشره جدا. عايزه اقول لكم الخلطه دي فوائدها جباره للبشره وكمان للجسم والاماكن الداكنه عندك، فنقدر نحطها في الاماكن الداكنه هنا بس، او نقدر نحطها على وشنا كله. عدي بقى الفوائد معايا: بيرطب، بيفتح، بيقشر البشره، بيشيل الجلد الميت، بيقضي على بهتان البشرة، كمان لو استعملناه مرة كل اسبوع او كل 10 ايام هيفرق جدا مع بشرتنا وهيدينا نتائج مذهلة. كمان نقدر نحطه على الرقبة وعلى الايد، اي منطقة عندك حاسة انها اغمق من باقي الجسم حطي فيها وهتلاقيها فتحت معاكي. اي ماسك بعمله يا بنات لازم يبقى قبل السكين كير بتاعي، يعني بحط الماسك وبعدين بفرك وشي وبغسل وشي، باخد شاور بتاعي وبعدين بحط السكين كير وبعمل كل حاجة. هنبدأ نقشر. وبعد ما بقشره خالص بغسل وشي وبرطب وبعمل الروتين بتاعي عادي بس كده.